ده تخيل قبل يا جماعة زي ما احنا شايفين كده ل 2100، حاجة رهيبة بصراحة. لما الناس بتفكر ل 2100 المستوى ده، تخيل انت الموبايل بتاعك لما يكون منه بسم الله ما شاء الله بالشكل ده، وتتحكم فيه ان الموبايل بتاعك يطير ويلقط من على بعد، وفي نفس الوقت الموبايل لما يجي يقع ما يتصدمش بالأرض. شيء رهيب جدا، تكنولوجيا عالية عالية عالية.